السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم كده علينا جميعا يا رب، وربنا يبارك فيكم. وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة هنتكلم عن فوائد التمر. فوائد التمر عظيمة جدا، وبالذات في رمضان ما بيخلاش التمر من اي بيت. التمر عبارة عن يعني في فوائد كتيرة، عبارة عن ان هو فيه فيتامين ب وفيتامين سي وفيتامين اي، يحسن عملية الهضم، يعالج الامساك، يعمل كملين طبيعي، يظبط السكر في الدم، بيقوي القلب. هنجيب التمر وهنجيب برطمان كده، وهنحط على قد ما احنا هنستعمل واحده، هنستعمل اتنين، هنحط على ايه؟ على حسب الرغبه. هنجيب ميه سخنه، بس مش في بلاستيك، يعني لازم يكون برطمان ازاز حله اي حاجه. عملنا التمر كده يتنقع 4 ساعات، ننقعه لمدة 4 ساعات لحد ما يبرد. اهو برد كده. بنجيب بقى اي مصفى وبنصفيه كويس، ننزل منه الشوائب والحاجات اللي هي فيه دي كلها كده. يعني بجد ده فوائده حلوة قوي على الريق كمان. بنحليه بالسكر، ومفيد جدا، ولازم لازم نشربه على الفطار. ممكن نزوده ميه، ممكن نسيبه كده، يعني شوفي حسب ما انتوا عايزين. حاجة مفيدة جدا، جميل جدا، ما نستغناش عنه في رمضان. كل بيت لازم يكون عنده التمر هندي ده. بيسهل عملية الامساك، لان بيبقى في رمضان بالذات عندنا على طول الامساك ده، بيسهل عملية الهضم. الفيتامينات اللي فيه طبعا جميلة جدا بعد يوم شاق من الصيام، وبيهدي المعدة. بس اهم شيء ما نشربش حاجة ساقعة على معدة فاضية. اول ما نيجي نفطر نشرب حاجة دافية، يعني نشرب شوية، نشق رقنا بالتمر هندي بأي حاجة عندك، بس لازم نشرب اي حاجة دافية علشان تريح المعدة. وبقول لكم وحشتوني كتير قوي. واللي أول مرة يشوف قناة ناني محمد بيعمل لي اشتراك في القناة، وبيعمل لي تفعيل الجرس، ويفعل الجرس بالذات، ويعمل اللايك يا جماعة، عشان محدش، كل اللي بيدخل بيحط الكومنت بيسيب اللايك عشان يعمل انتشار للقناة، وكلنا نستفاد منها. وبقول لكم وحشتوني كتير قوي قوي قوي، وربنا يا رب يبارك لي فيكم. وبشكر كل الناس اللي بتتابعني، وبقول لكم انا يعني معلش انتوا وحشتوني والله كتير جدا، وبشكركم كتير كتير جدا. بشكر جميع الناس اللي من الدول العربية والأجنبية، وكل احبابي وكل الفانز بتاعي اللي بيتفاعل معايا وبيسأل عليا. ربنا يخليكم ليا ويبارك لي فيكم، وكل سنة وانتوا طيبين، ورمضان كريم، رمضان كريم يجعله علينا جميعا يا رب العالمين.